كلمة توصف بها العائلة وحب العائلة لك؟ لا، أنا حياتي عبارة عن عائلتي، يعني 90% هي عائلتي، يعني أهلي و... مع أنه أنت بعيد عن عائلتك بحكم عملك. بس يعني تواصل، يعني أكثر شيء يأذيني هو عائلتي، يعني حريص عليهم جدا. والدليل أنه أنا أهلي لحد الآن ما أطلعهم من خارج منطقتي، ما أطلعهم، يعني موجودين بمنطقتي وكل واحد عايش حياته. منطقة الدبس تعني لك شنو؟ الدبس هي حياتي، يعني احنا نشأنا بيها في ناحية قضاء الدبس، والحد الآن الحمد لله متواجد وأهلي موجودين والحد الآن. كلمة توصف المنطقة؟ منطقة جميلة، ناس بسطاء، متعايشين، كراد، عرب، تركمان، مسيح، كلهم متعايشين. منطقة سياحية نوعا ما، نفطية، ناسها متحابين بيناتهم وعشائر مترابطة، و يعني شوية كتطور زين. هسه سوينا مستشفى بيها. يعني عموما يعني هي مسقط الرأس يكون له طعم خاص. دائما أكل لذة أو فد نكهة معينة. اي طبعا، يعني دائما تحن لهاي المنطقه لو ما ذكريات كلها. نعم، ذكريات هناك. نعم.